ده مش هيبقى مهم لناس كتير، بس انا عايزك تفهم. لسه قاري على متحف في امريكا اسمه بوليتان، ده بيعرض الاثار المصريه على اساس ان هي افريقيه. خليك واعي وفاهم ان اثارك لسه بتتسرق، اثارك لسه موجوده ولسه اجدادك بيدبوا فيهم الحياه لغايه دلوقتي. قطع اثريه قويه جدا في برلين وفي امريكا وفي فرنسا ومنتشره جدا، ومسلات اتسرقت. لدرجه ان لو قريت كويس هتلاقي ان محمد علي باشا كان بيهادي ملوك اوروبا عشان بس ينور استعطافهم بالاثار بتاعتك. انت مش قادر تستوعبه ان في قطع آثار موجودة في برلين مش موجود عندك. لكن مش العادي ان انت دلوقتي تسمع ان هي كمان مش مصريه. في كاتب سنغالي افريقي اسمه انتاتيوب، ده بيقول ان اصل الحضاره افريقيه. لا، هي مش افريقيه، هي فرعونيه، وبيحاول يحط التماثيل الافريقيه جنب التماثيل المصريه ويقول لك هي دي واحد، واحنا اصلا اصل الحضاره. اجدادك ما كانوش بيسرقوا حاجه، اجدادك عملوا حضاره العالم كله لسه لغايه دلوقتي بيتفرج عليها. عارف ان دلوقتي زحمه ومستحاله تشوف الحاجات ده هي. ويمكن الفيديو ده اصلا ما يتشافش، بس انا عايزك تفهم ان اجدادك كانوا أصل الحضارة، وأنا بقول لك في يوم من الأيام هترجع، حتى لو مش النهاردة، فهي هترجع. عايز أوريك حاجة، الأولاد هي اللي بتفرح بيها والله. هنعمل كده؟ أنا 5 مليون، شكراً إن أنتوا في حياتي. الحمد لله، الحمد لله. هنعمل ميكس العظماء. المانجا خليت امي هي اللي تقطعها. لو انا قطعتها على ذكر الخلاط، امي لما يجي حد يعزمها على فرح لازم تيجي على باب الاوضه ده وتقول لهم الف الف مبروك. هنكب المانجو لما يمشي من حياتك، قول له بس هات قفص مانجا. الراجل كان عايز يضحك عليا ويبيعها لي ب 3 جنيه بس انا اخترت 2 جنيه. انا نصح جدا، ميكس هيضرب نار. عايز اقول لك نصيحتي اليوم، اوعى تخش الغم مع اهلك ان لما يقولوا لك على حد وحش يطلع وحش. ليه؟ انت عارف هيبقى شكلك كلوتك بعد كده. وانزل بالتلوجة هوديك راس البر. يا دي الحلاوة الجمال يا اختي. طب يحميني ليكم. بص يا ابن قلبي بقى عامل ازاي. بسم الله. يا لهوي يا لهوي. تاني كان مفروض تصفيه من البذر بس بصفيه انت. ايوه اهل. اسم حضرتك ايه؟ اشرف. ايه اشرف دي؟ عندك خبرة اشرف؟ عندك كام سنة يا اشرف؟ 25؟ احنا عايزين 36 سنة خبرة. مش متعرفش الوظيفة دي مهمة قد ايه يا اشرف؟ انت عارف انت هتشتغل في شركة ايه يا اشرف؟ تعرف تعمل شاي يا اشرف؟ مرتب هنا 300 جنيه وهنخصم منهم 220 جنيه تأمينات. بقول لك يا اشرف انت ما تنفعش معانا. لا اوبا. اسمك ايه يا مدام؟ انسة عبد الرحمن. ايس كريم للاستاذة بسرعة. هتاكل ايس كريم؟ دنيا ما تلف بينا يا دنيا. مش هتلف في. لا مش هينفع ارميها معلش عشان دي نضارة ابويا. لسه ماما عامله لي كيكه يا دنيا لازم تدوقي منها. خبره انت باين ان انت خبره. تحط مرتب كام؟ 13000. لف بينا بقى. صديقي الوحيد فانا لازم احكي. هوريك المكتبه اللي هتركب هنا وقول لي رايك يا ابن. ايه يا عم محمود القرف ده؟ اه تصدق ده قرف فعلا. انا بقوله انا عن نفسي مش عاجبني. هي دي بنت عم محمود؟ لا دي بدر بس انت مش واخد بالك. شكلك بريف يا عم محمود. مش حاسسها عم محمود. طب هات لي حاجه ساقعه يا باشا. حاضر. الف انا عم محمود. اتفضل يا اعظم مهندس ديكور. ماليش في الكلام ده، انا عايز كوبايه شاي. طب ما انت خلصتها. ما هو بردك الشمعه وتجيب لي كوبايه شاي. الف هنا عم محمود. اهو والله اهو. الف انا عم محمود. بقول لك ايه، ما تحط الكارت ده تشيل. عندك موعد في البيت عم محمود؟ انت عايز شوكولاته تاني؟ والله عامل حسابي وبص مش طلبوني احد اصدقائي الصحفيين، ما انا بقيت مشهور بقى، وقال لي يا اذكى واحد عايزينك في ندوه صحفيه. انا مش عايز اقول المفروض ان هي بكره، فانا ما بحبش عليك حاجه. حبا فيك لا، ما عنديش غير اقول لك لازم اقلت واعجن معاك. اقلت واعجن مع مين يا متخلف؟ هنعمل ماسك تفتيح البشره. بص يا اسرع ماسك عشان لو نازله مع اشرف ولا حاجه يعني. ادي القهوه وادي النشا وعلبه الزبادي. طفار الفيديو خايبه. ما كنتش شفت الفيديو اللي فات. عملنا الخلطه. طب يلا ابيض يلا روح صراحه يلا وقول لها بمشاعرك. يعني انت هتترفض من وكاله نسا؟ صل على النبي كده وخليك لطيف. بتجيلي لحظه هطل كده، عايز اروح اصالح الناس اللي مزعلاني. عايز اقول لك سر، انا مخبيه بقالي سنين. انا في جنب في وشي احلى من الجنب التاني. بص كده ده شايفه؟ شايف حاجه صح؟ نص ساعه ونشوف البيض بالبسطرمه ده عامل راوي. وشي بقى شبه قهر الفنجان. ستصبحين ياسمين صبري. وانا هصبح ايه؟ ابو هشيبه طبخ. ارعن ارعن ما تخافش يلا ده. يلا نندم وديها. بص هات وش هات بص بص يوخ بان يلا. لا لسه صح بيضف يلا لسه. ابو هشيبه كونت بلايكم 1 2 3 ابيض والله ابيض. شاب ضحكك خلاص كفايه، مش لازم اخد كل حاجه من ابو هشيبه. الو يا فرع ده ذا بلايند ديت شو، ودول اتنين ما يعرفوش بعض.
كل واحد فيهم مش شايف التاني وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الاخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيكرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. خطيبي ده اللي خطيبك يا موحى. انا مش خطيبك يا موحى، وما تطلعيش اشاعات على مزاجك. لا خطيبي ده يا جماعه، خطيبي قرة عيني. سمعت ان عيد ميلادك وكده. انت طيبه يا موحى. فقلت اجيب لك هديه صغنطوطه. يعني دي شرابات دي يا موحى؟ لا دي بكسرات يعني. يا بنفسي نقرب وكده. لا عندك يا صديقي الوحيد. انا فضيت الحيطه. عم محمود مديني ميعاد الساعه 1 الظهر. بص الساعه كام؟ الساعه 8 بالليل. ايه يا باشا؟ اهلا حبيب قلبي. ايه لك اهو؟ انا عايز بقى في موضوع انا مكسوف منك. لا قول يا عم محمود. الشوكولاته وقعت يا باشا. الشوكولاته انا جاب لك غيرها. ده معاد يا عم محمود. متعرفش انا مين؟ انا جاي عشان الشوكولاته. انا معايا اوردر فين. لسه اقول لك عايز شاي. حاضر. كل ده تاخير عم محمود. ايوه ما اعرفش اشتغل في الحر، شغال التكييف. عايز دي في دي عم محمود؟ لا مش عايز. يا عم محمود. ايوه انت يا ابني مش عايز تتجوز ليه؟ انت عرفت منين الحوار ده؟ حاجه يا عم محمود، ينفع ترشها لي كافيه مجزع؟ البسطه دي يا عم خلاص بلاش. لا حاجه زي الزفت. انت مش قلت لي ان دي هتدهن الاضاءه بتاعتك اللي عامله اللامل ده؟ ابيض بيبرق. ده ابيض بيبرق. اسمع راي الجمهور. جمهور ايه يا عم محمود؟ يا عم ابيض الشيء دي مش ابيض. عارف يا عم محمود حاجتين مالهمش لازمه والله، النيش ورايك اللي انت بتقول لي ان ده ابيض. ايه رايك تلعب ابيض ولا لا؟ برضو كده خلاص خلصت؟ لا لسه بكره. لسه في تاني بكره؟ لسه في بكره وبعد. تيجي بقيت عند على السريع. والله انا ما الاقي الشوكولاته يا عم محمود. انا اجيبها لك. يا انت عارفك طب يا عم دي هدوم يا عم. صل على النبي. والله ما الاقي الشوكولاته، انا لو لاقيها اجيبها. انت شايلها؟ شايلها؟ انت عرفت فين؟ اهي اهي الشوكولاته اهي. الف مبروك يا عم. قول لي رايك يا ابن قلبي. قول لي حلو وخطر. احنا متاخرين فعلا. بس ايه راس الحلاقه ابو 25 جنيه؟ دافع 25 بول. هيبدا بالبنطلون وهنلبس. مش هينفع اجرب الدنيا كده. شغل وراك بالبنطلون. عايز احكي لك عن طفولتي بس مفيش وقت. بابا يا عشيك يا لا تكون الشيكه مش باينه. انا نسيت اقول لك انا رايح فين اصلا. في لقاء صحفي كده قال لك تعالى. انا طبعا طلبت بالدولار. في مشاكل في الدولار في الايام دي، فهي رست على وجبه كشري دقه زياده. شكرا. معلش انا بشوفهم بس بيعملوا حركه في ال خد يا كيكه يا لعب. ايه اخبارها؟ بص يلا بص يا قادر فارس. ايه رايك يا ابني؟ والله العظيم انا متاخر جدا. هناخد اغلى ما لدينا اهو. ايه الاولاد؟ خدوا معايا. هم مأكدين عليا في اطار السريه التامه عشان ما حدش يعرف. ولا يا ابني قلبي تقول ايه هو ولا؟ خد بقى في وسط يجيبوا لي موز بلبن كده. سلم على الاولاد. ماشي. كتير قوي 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 عشان انا كمان بحبهم. ماشي. عايز سلام. هتقعد يا امي. ربنا ينور بصيرتك وتنور. هاتي ايدك دي بقى نبصها. هاتي انت غاسله المواعين؟ مش مهم. هاتي برضه المواعين اللي بتاكل فيها. شكرا يا عم الله يخليك. وسع 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 وسع. دي كتاب بقى، دي شغل دي. مين اللي جاي مستنى دوره جاي؟ احلام باللي عايز سيبوها. انا الكلام ده عايزين نشوف الطرف السريه الدم خالص. محدش يعرف حاجه. محدش يعرف حاجه خالص. الاولاد ما تعرفش حاجه ولا اي حاجه ولا اي حد ولا حتى عندك في البيت ولا امي ولا اي حد. يا صباح الفل يا اولاد، هنعمل اختبارات الذكاء. ايه بقى حرف ايه؟ الف بلد المانيا. مدينه المانيا الشرقيه. حيوان ارنب. مهنه اجري جامد. ماشي. مشهور احمد السقا. ملابس احبك. ما احبكش. الف مش من ان لا مش هينفع اقولها. ماشي. رياضه اركب العجله. تخلى هذا اللي بيبحث عنه الملايين. افتح يا لاد يا ابنك. هل تعلم ان ستنتهي بنا الحياه واحنا نبحث عن الحياه؟ على انا لا ما تفهمش غلط. لا يبحث عنه في حاجه وقعت يا عم. كنت لازم يبحث. الجهاز ده عباره عن حنفيه بيحافظ على الصوت. افتح. هنركب الجهاز كده يخطي.
بص ياد يا ابن قلبي فيس ايه ده فيس يا مرهقه شويه استنى فيس اسفل الصادة استنى تاني 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 والنبي تاني يس عايز اعمل حركه بس انت مش غريب تاني